إذا بالنسبة للاسم هو الدكتور عبد السلام بلاجي، أستاذ الدراسات الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والعلوم السياسية. الذي أقوله بالنسبة لمؤسستكم الكريمة هو أن المغرب الحمد لله أصدر قانونا للبنوك التشاركية، وهو يعني قانون من مستوى جودة عالية بشهادة مراقبين ومختصين من داخل المغرب وخارجه، وكذلك أسس لجنة شرعية للمالية التشاركية بواسطة الظهير شريف، أصدره جلالة الملك محمد السادس حفظه الله باعتباره أميرا للمؤمنين. وهذه اللجنة يعني بتعاون مع بنك المغرب أصدرت آراء بالمطابقة، مطابقة هذه المنتجات التي ستقدمها البنوك التشاركية لزبنائها، وهي 6 منتجات أصلية وتتفرع عنها بعض المنتجات، وهي منتج المرابحة ومنتج الإجارة العادية أو التشغيلية ثم الإجارة منتهية بالتمليك، ومنتج المشاركة وهي إما مشاركة ثابتة أو مشاركة متناقصة، ومنتج المضاربة وهي مشاركة بين البنك وبين واحد آخر يقدم الخبرة والعمل، ثم منتج السلام وهو مهم جدا خاصة في القطاع الفلاحي، ثم منتج الاستصناع وهو كذلك مهم في القطاع الصناعي والصناعة التقليدية إلى غير ذلك. من جانب بنك المغرب أعطى ترخيصات لثمانية بنوك، 5 منها ستفتح بنوكا جديدة بالاشتراك مع بنوك إسلامية من خارج المغرب وبرسامين مهمة، و3 منها ستفتح نوافذ للتعاملات التشاركية، وإن شاء الله ينتظر في الشهر أو الشهرين المقبلين إن شاء الله أن تصدر الترخيصات النهائية لهذه البنوك في الجريدة الرسمية، ثم تشرع في العمل بإذن الله تعالى، والله الموفق. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في خزان البلدية كان لنا موعد مع نشاط مهم يرتبط بالأبناك التشاركية الواقع والآفاق. استضافت الكتابة المحلية لحزب عدالة والتنمية وتنمية الدكتور عبد السلام متخصص في الاقتصاد الإسلامي ومتتبع لهذا الشأن. النقاش تمحور حول هذا القانون الذي يعتبر إحدى البدائل المضافة إلى البنوك التقليدية. كما تعلمون أن هذا الموضوع عرف نقاشا عموميا كبيرا لا في الأوساط السياسية ولا في مجموعة من الجمعيات. بالطبع المرور ديال القانون عبر المحطة التشريعية خرج إلى الوجود، وهو قبله قانون بالطبع من قبل مجموعة ديال القوانين الأخرى، ولكن هذا القانون ديال 103/12 اللي كان كيتكلم على هذا النوع ديال المنتوج. ولذلك تحدث الدكتور بتفصيل كبير عن هذا المنتوج، سواء المرتبط بالمرابحة ولا المشاركة ولا المضاربة ولا الإيجار وغيرها، وهي عقود يعرفها الفقه الإسلامي، هي جمعت بين شيئين، بين الفقه الإسلامي وعلاقته بالبنوك يعني التقليدية. ولذلك التخريجة ديالو، لأنه يتميز بالمراقبة الشرعية من خلال اللجنة المعدة، كذلك من خلال يعني المراقبة التقنية والإدارية ديال بنك المغرب، جمع بين الحسنيين. ولذلك كانت التساؤلات ديال الناس، لأن هذا المنتوج غيتخرج الوجود إن شاء الله عما قريب، والناس في حاجة ليها، وخاصة كاين واحد المجموعة اللي هي كتنتظر هذا النوع من المنتوج. فهذه كانت مناسبة داخل تيروبانت لكي تثار مجموعة من القضايا في هذا الجانب. نتمنى إن شاء الله من خلال التنزيل ديال هذا القانون أن يستطيع الإجابة الفعلية على احتياجات لا المؤسسات ولا الأفراد ولا إلى غير ذلك، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. شكرا.